هذا وأكد رئيس السيسي دعم مصر لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن وفقا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أعاد الرئيس السيسي التأكيد على ترحيب مصر بإعلان الأمم المتحدة عن تمديد اتفاق الهدنة في اليمن وتقدير القاهرة لجهود الحكومة اليمنية الشرعية في احترام التزاماتها وفقا لما نص عليه الاتفاق. كما أكدت على دعم مصر لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن وفقا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعدت التأكيد على ترحيب مصر بإعلان الأمم المتحدة في 2 يونيو 2000 عن تمديد اتفاق وتقديرنا لجهود الحكومة اليمنية الشرعية في احترام التزاماتها وفقا لما نص عليه الاتفاق ودعوتنا لكافة الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لما يمثله ذلك من تطور إيجابي يمكن البناء عليه لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن. وأود في هذا الصدد الإشارة إلى استجابة مصر لطلب الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة بتسيير رحلات طيران مباشرة بين مطاري القاهرة وصنعاء. انطلقت أول رحلة منها بالفعل في الأول من شهر يونيو الجاري، حيث تأتي الاستجابة المصرية تأكيداً للحرص على التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كافة الجهود التي تصب لصالحه. كما أعربت خلال مباحثاتي مع شقيقي فخامة الرئيس رشاد العليمي عن أن مصر لن تدخر وسعا في مساعدة اليمن الشقيق وإننا حريصون على تقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء اليمنيين، خاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية وتقديم المساعدات الطبية والغذائية. كما تناولنا في مناقشتنا أهمية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.